مساءكم سعيد مشاهدينا، مرحبا بكم في موعدكم الرياضي الحياة أفريقان. هنيئا للمنتخب السنغالي المتوج بكأس أمم إفريقيا على حساب مصر. ساديو ماني يقود أسود التيرانغا لإحراز اللقب الأول في تاريخ هذا المنتخب. هارد لوك للمنتخب الفراعنة الذي قدم مباراة كبيرة. سنحلل اللقاء رفقة ضيوف، سيكون إلى جانبي كالعادة محلل القناة والإعلامي الرياضي مراد بطنجي. مساء الخير. مساء النور سفيان. وأرحب أيضا بالمدرب والتقني يونس افتسان. مساء الخير. مساء النور سفيان. وأرحب أيضا بالضيف معالي وزير الشباب والرياضة سابقا سي عبد الرؤوف برناوي. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. تكهنت باللي المقابلة لن تمتد إلى الأشواط الإضافية، لكن معليش يعني الاختصاص تاعك مسايفة. ورحبوا ايضا بالمدرب القدير سي عبد القادر العمراني. مساء الخير. مساء الخير. اذا اسود تيرانغا يحسمونها في ضربات ترجيح بعد نهاية اللقاء بنتيجة 0-0 والاشواط الاضافية ايضا. كيف تحللون اللقاء؟ ابداوا معك مراد بوطاجي. نعم، اولا اكيد انه المنتخب السنغالي اللي يعني بعد ما عانى في الدورات من قبل، وكان لعب الدور النهائي في الدوره اللي ما قبل هذه الدوره بمصر، فهنيئا له. ولكن نهني كذلك او نقول يعني برافو المنتخب المصري. لماذا ما نقولش برافو للمنتخب المصري على اساس او انطلاقا من مقابله اليوم، لكن نقول المنتخب المصري اللي جاء وبدأت الدورة هذه تدريجيا، وكنا ذكرنا ما ندخلوش في التفاصيل، بلاعبين أغلبية محليين، عرف كيفاش يسير كل مباراة بمباراة، لعب مباريات كل تقريب أربع مباريات، مش تقريب أربع مباريات يعني الوقت الإضافي، يعني هو لعب في هذه الدورة مقابلة إضافية زايدة زائد وقت إضافي، وكان عنده يوم يعني راحة، ماهوش راحة، ما كانش عنده ناقص فيما يخص الراحة بالمقارنة مع المنتخب السنغالي. إذا كان خذينا هذه الصورة ونطبقوها يعني على المنتخب المصري، نقول انه هذا المنتخب المصري يعني لعب دوره هذا بصفه عامه. ولكن اذا كان خذينا اللقاء تاع اليوم، اللقاء النهائي والمقابله النهائيه، كانت يعني نقدر نقول في المستوى مفتوحه، يعني تكتيكيا يعني يختلف من فترات الى اخرى، يختلف كذلك من المنتخب السنغالي الى المنتخب المصري، ولكن على العموم عشنا مقابله في المستوى. نعم يونس افتسان، مصر افضل تكتيكيا والسنغال افضل تقنيا ان صح القول. كنا في البدايه كنا تكلمنا صفيان وقلنا باللي المنتخب المصري مركب على كتله، وخاصه كتله دفاعيه، هو اللي المنتخب كامل نوليو المنتخب نصيبو 80% كلهم لاعبين تاع وسط ميدان والدفاع. شفنا لو دوبل ريدو اليوم اللي ممكن حتى المنتخب السنغالي صاب صعوبات. انا نظن المنتخب المصري دار كل ما فيه وسعه، غلق كل المساحات، كانت عنده قراءه جيده للمدرب، ولكن نظن على حساب رايي ما خداش المبادره باش يمشي شويه للامام. مشى في نهايه الشوط الثاني وين كان عنده فرص، خلى بزاف المساحات للخصم. المنتخب السنغالي دا ثقة كبيرة في نفسه، وكان قادر يقتل المباراة في الدقائق الأولى. شفنا ضربة الجزاء اللي لو ميم جوار اللي دار ضربة الجزاء مع المنتخب المغربي عاودها مع المنتخب السنغالي في الدقائق الأولى. تعرف لما تكون عندك ضربة جزاء في الدقائق الأولى وتضيعها، ماشي حاجة سهلة، خاصة اللاعب اللي يضيع ضرب الجزاء على الجانب الدهني. شفنا اللاعب ماني، ماشي اللاعب ماني اللي شفناه في المباريات اللي جازوا فعلا. لكن ماني يعني هو قاد منتخب السنغال، يعني تحمل مسؤولياته في ضربة الجزاء الأخيرة. لم يكن يعني من السهل منتخب السنغال يعود من بعيد بعد تضييعه لكأس أمم إفريقيا في 2019 أمام الجزائر، ويرفع التحدي من جديد معالي الوزير، والآن راه يعني لأول مرة في تاريخه بطل لإفريقيا. السنغال يعني لو تيتر لي ميريتي بالنسبة لأليو سيسي وأشباله. أكيد يعني كي تشوف المشوار تاع المنتخب السنغالي، نقدر نقول لك من بعد يعني سنتين تقريبا اللي حافظوا
على مستوى الفريق. انا المهم انا نرجع نفضل نتكلم دائما يعني بجانب خاصه التسيير واللوجيستيكي وكل ما نقدر نقول لك حتى السياسه يعني تاع الرياضه في البلد. نشوفوا يعني نشوف الهدوء وخاصه الاستقرار، وهذا الشيء اللي راح نقول لك يمد يعني نقدر نقول لك انفيزيبيليتي نظره في العمل وخاصه الجهاز الفني وكل ما يحيط المسيرين. شفنا عكس نقدر نقول لك الكاميرون اللي شفناه يعني كانوا في شوشاره. شوف انت التصريحات تاع المنتخب الكاميروني بعد الاقصاء، هي مازال عندهم يلعبوا على المرتبه الثالثه، لكن كانت تراشق في الكلام حتى من بعد اللاعبين هذا لاعبين ابو بكر وايكومبي لهذا كذا، كلها امور ما توجدهاش في المنتخب السنغالي. كانوا خسروا النهائي عادي جدا، حتى انا في 2019 لو كانت تتذكر رجعوا في الطياره وين كانوا حطوا هنا في الجزائر في الصحراء في مطار دولي، وين يعني خدات راحه وايضا خداو يعني الوقود للطياره وراحوا وين كانت. شوف يعني هذه كلها يعني جزئيات اللي كانت مهمه جدا، يعني نتكلم على قدام يعني تقنيين من المستوى العالي اللي لعبوا على مستوى اعلامي هذا المستوى عالي. هي شو هي كما المستوى العالي هو نقطه جزئيه سي ديتاي، لهذا الشيء لازم تاخذ كلها تشوف هي مباراه في مستوى اللي كانت متكافئه، لكن الجزئيات الاخيره تحس يعني كانت افضليه تاع المنتخب السنغالي بدنيا، حتى نقول لك من ناحيه الاراده، تشوف من ناحيه الثقه، وتشوف ايضا حتى وين نقول لك الكره اللي انصفت سيدي روماني في الاخر ركله الترجيح اللي خداها وعرف يعني صحح الخطا تاعو. انا كنت يعني تعلمت من عند التقني اللي قال لك هي في الاول، قال لك يعني ضربها يعني بقوه ضربها فوق الشيء هذا اللي كان غير طريقه التسديد، لكن عاود صحح. هذا هو اللاعب تاع المستوى العالي، عرف كيفاش، وهو اليوم نقدر نقوله ماشي صالح اللي قاد الفريق للفوز، سيدو ماني قاد فريق للفوز فعلا. وربما حسمت فيما يخص الكره الذهبيه الافريقيه سي عبد القادر العمراني، شفنا فترات في اللقاء يعني اتاك كونتر ديفونس، يعني المباراة كانت أسونس أونيك، المنتخب المصري كان غير يدافع والسنغالي كان يهاجم، لكن عرف المنتخب المصري كيف يسير اللقاء وكأنه كان يريد الذهاب إلى ضربة الترجيح. أكيد يعني كي نشوفوا تقريبا 20 دقيقة الشوط الأول الفريق المصري ما وصلش للمرمى خلاص. نظن باللي في 20 دقيقة شفنا ريتم عالي مستوى عالي، شفنا ربما الفريق السنغالي يهاجم على الأجنحة، ضرب جزاء جات على الأجنحة، شفنا كرات خطيرة اللي ربما كان يخصهم غير يسجلوا، هذا الشيء اللي شفته. ولكن في نفس الوقت من ناحية تنظيمية ومن ناحية تكتيكية تشوف فريق مصري يعني كما نقولوا احنا الديسيبليني، كي ضيعوا الكرة يوليوا الأماكن تاعهم، تشوف زوج خطوط أربعة زائد أربعة ما احتفظوش بالكرة، يعني لعبوا في بعض الأحيان كرات طويلة اللي حوشوا يبعدوها على المرمى تاعهم. ولكن كما نقولوا احنا كانوا يحوسوا لو بلوز امبورتون مي اون كيسيوش، هذا هو كانوا مش حوسوا يعني بالوقت حتى اللي يدخلوا في المقابله بشويه ولا يحاولوا ربما يروحوا يبادروا للهجوم. وعندما في كره القدم عندما تتحمل عبء اللقاء يعني تتلقى اهداف أكيد. لكن ولو الحارس المباراه في مستوى عالي ظن لازم نقول لك الشوط الاول نحى ربما هدف او اثنين، الشوط الثاني كيف كيف، الوقت الاضافي كيف كيف، يعني شو عنده وزن كبير لازم نقول لك يعني ربما 50% نتاع الفريق. ولكن احتفاظ بالكره هو اهم شيء. اليوم نقول الفريق المصري ما احتفظوش كثير بالكره، كانوا يضيعوا الكره سهله، كانوا يلعبوا كره طويله، وكانوا خاصه يلعبوا على الكره الثانيه باش يحاولوا يوصلوا للمرمى كما الفرصه اللي جات لصلاح وقذفها، ونفس الفرصه اللي جات ربما المهاجم اللي ضربها براسه وفات على المرمى. ولكن بالنسبه للاحتفاظ بالكره ولا في السرعه في اللعب شفنا باللي كاين فرق ما بين الفريق السنغالي والفريق المصري. تكلمت عن نقطه مهمه سي عبد القادر العمراني وهي الاستحواذ على الكره. المنتخب الجزائري كان المنتخب الاكثر استحواذا على الكره في الدور الاول من كاس امم افريقيا. مراد، ألا تظن أنه الخضور كان عليهم اللعب بنفس استراتيجية لعب منتخب مصر، يعني انتظار الخصم واللعب على الهجمات المعاكسة، خاصة أنه شفنا في كان الكاميرون يعني استحواذ لا يعني شيء كثير. ما نظنش اللعب يكون كما المنتخب المصري. لماذا؟ لأنه أولا التشكيلة تختلف، تشكيلة أكثر تقنية، يعني تقنيات موجودة في التشكيلة الجزائرية أكثر مما هو موجود بالنسبة للمنتخب المصري. هذا من جهة. من جهة أخرى
انت تعرف احنا يعني الطريقه نتاعنا بما انك يعني تتميز بهذا الميزه هذه اللي هي اكثر تقنيه، فاكيد انه ما تبادر المبادره ما تكونش اتجاه الدفاع، بل بالعكس يعني. لكن طريقتنا هذه كانت في 2019 معالي الوزير حاضر معنا، نقطة قوة المنتخب الوطني في 2019 هي الهجمات المعاكسة، ليس كذلك؟ خليني نكمل برك الفكرة. نعم في 2019 كانت الأمور تختلف تماما. لماذا؟ وإحنا كنا تطرقنا الموضوع هذا خلال اللقاءات الثلاث اللي جراها المنتخب الوطني الجزائري. أولا ما كانش لا ريكيبيراسيون، اللاعبين تاع الهجوم ما صبحوش يدافعوا. في مصر في 2019 الكل هجم والكل دافع. اليوم هذه الطريقة الحديثة بالنسبة للكرة الحديثة. ولكن المنتخب الجزائري إذا كان خدينا بعض العناصر، مثلا محرز ما كانش يرجع، بليلي قليل وين يرجع، هذه لاحظناها خلال اللقاءات هذه. ربما ولكن ولكن في دورة 2019 كانت هذه الكتلة هذه دفاعية هجومية وتصبح وترجع بها دفاعية. هذا ليش هذا الشيء؟ هذا الانضباط التكتيكي الجانب البدني طبعا، خاصة من ناحية البدنية والانضباط التكتيكي. بس كرة القدم ما كثير مول، الناس تقول لك بشحال من لاعب دافع، الناس دافع بعشرة لاعبين زيد الحارس، كاع الناس تساهم. شفنا الفريق المصري كي ضيعوا الكرة في النص الملعب تاعهم، تحكموا عليهم. هما هذه طريقة خيرها المدرب، باسكو لو شوا تاع كال ديفونس يعني تستعملها سواء بريسينغ، المدرب يخير المكان اللي ربما يبداو اللاعبين يفتكوا فيه الكرة. نعم. يا في نصف الملعب تاع الفريق الخصم، يا في نصف الملعب، يا تحت نصف الملعب. هذا هو الشيء ربما يختلف، ولكن نظن بلي كيف اللاعبين وقت الحاضر في كرة القدم الحديثة يلزم يا الناس تساهم باش تدافع. سي افتسان عنده بعض الأرقام فيما يخص المنتخب السنغالي مقارنة ب 2019. كان هناك تغييرات يعني في التشكيلة الأساسية اللي يلعب بها اليو سي سي مقارنة بالدورة اللي شاركت في الكاميرون. لماذا المنتخب الجزائري يعني ما 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 جددش يعني التشكيلة تاعو؟ وهذا ما يعاب على الناخب الوطني، يقول لك علاش ما ضخش دماء جديدة في التشكيلة وحافظ تقريبا على نفس يعني 90% من التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني؟ لا، هي هو دار تجديد، ولكن التجديد دار في الوقت اللي ممكن كنا قراب لهذا الكاس تاع 22. هي كانت الأحسن لما فزنا كان ممكن يكون تجديد باش اللاعب اللي يجي يجيب الإضافة، صافي دير يكون عنده الوقت لو طون دادابتاسيون، حتى اللاعبين تكون عندهم كيما نقولوا حنا ان كونكورونس، صافي دير ما يحسش روحو لي تيتولار بارونتيير. وحنا اللاعبين تاعنا تاع المنتخب لما ما يصيبش ان كونكورونس ديريير، يعرف بلي يوم المباراه يكون اساسي. انا نظن اللاعبين اللي شفناهم اللي راهم في التشكيله، توغاي، حليميه، شتي، زرقان، والناس عموره، هذوما اللاعبين اللي دارت تشديد بهم مي في الوقت ممكن الشهر الاخير، خاصه بعد الدوره تاع كاس العرب. فعلا. انا ولو سمحت نشوف المنتخب السنغال في 2019 كان أمباين يونغ كان أساسي، اليوم ماهوش موجود تماما. كايتا بالدي كان ثاني أساسي، اليوم كان في دكة البدلاء. معالي الوزير، السنغال يعني بدل صفوفه، المنتخب الجزائري حافظ على نفس التشكيلة ما عدا ربما منصب واحد لوزروقي هو جديد التشكيلة. ألا تظن أنه كان يجب ضخ دماء جديدة؟ لا، أنا ما نظنش. هي على كل حال الناخب الوطني والجهاز الفني هما اللي أدرى بهم. بصح نقول لك يعني صعب يعني باش تغير انت فريق اللي ما خسرش، كان كاسب. يقول لك اون شونج با اون ايكيب كي كان، هو الظاهر انه كانت يعني الفريق كان يمشي بعد، هي اللي كانت المفاجأة في كأس افريقيا. كون يعني كيفاه يعني يقول لك كاين امور كثيرة يعني احنا بالك الجمهور ما يعرفهاش في الكواليس، هاي راهي معروفة. كل حال راح تكون ندوة صحفية تاع الناخب الوطني، وكي راح يمد يعني هو توضيحات كثير من الامور يعني راح تكشف. ومن بعد يقول كذا عرف السبب بطول العجب. انا نظن هي اللي هذه الخطره ما مشاتش في كثير من
من الامور يعني ما كانتش معنا. يعني هذه الرياضه ما تقدرش تفوز يعني بكل فيه رابح وفيه خاسر، لكن ما لازمش يكون فيه تحطيم، فيه الفوز وفيه الخساره. حنا الشيء اللي ما نقبلوش واللي غير مقبول انه يكون فيه تحطيم نحطمو فريق. انا كل مره انا في 2019 اللي كنت اتذكر انا كنت نقول باللي يعني الحكمه يضلت المؤمن اينما جاد وعقب. الحكمه ملاح مليحه اللي هي مليح نكونوا حكامه. التجربه والتاريخ علمنا في 90 1990 يعني كان مدرب كبير جدا عملاق، انا نحترمه كثير يعني مدرسه شيخنا عمي حامد كرماني رحمه الله، وكان خدام مسؤوليه في ظرف صعب جدا، وكان ايضا خدنا قرارات شجاعه اللي هو غير لاعبين ونزع اسامي كبار، وكان يعني وجات الثمار وفاز باول كاس افريقيا. لكن شيء وصرى اللي من بعد كاس افريقيا مشاكل داخل الفريق، وتكلمنا نفس الكلام، وتكلمنا بلا ما نذكر الاسم، ودخلنا الفريق الوطني يعني في متاهات. ومن بعد الكاس افريقيا اللي من بعدها خرجنا في الدور الاول و30 سنه، وكنا ايضا هاجمنا انا ذاك المرحوم كزار الله يرحمه، نعم، كرئيس اتحاديه هاجمناه وتهاجم قدامنا. من بعد مشى كزار الله يرحمه ومشى المدرب عمي حميد كرماني ومشى الفريق، ومن بعد ضيعنا جيل كبير جدا من اللاعبين اللي ما فزناش بهم. تتخيل باللي موسى صايب ما عندوش كاس افريقيا، عنده اللي هي تاع 90 اللي كانت ايضا طصفاوي كان قادر يلعب، كان ايضا زيريبيل الباجي كانوا لاعبين كبار اللي هي فهمت اللي جيل كامل من اللاعبين اللي ما حالفهمش الحظ. يعني ماهوش نقص اللاعبين يعني حتى ماهوش ضعف اللاعبين، لكن ضعف التسيير وخاصه المحيط اللي كان يحيط انا ذاك بالكوره. لهذا الشيء انا نقول لك هو انا في المنهجيه الروسيه كي كانوا يعلمونا انا ذاك يقول لك هو المستوى العالي هو محيط لونيفو سي تان انفيرونمون، هذا هو دور المسير فعلا. ومن ذاك المحيط مع انا نخلق كما انتقاد الجانب التنظيمي كثيرا هذه المره في الكاميرا. انا نخلق جو تاع المستوى العالي، انا نخلق الجو باش المدرب ولا حتى يكون الظروف باش هو يلعب يقدر يقدر يعمل ونحميه ايضا. وهل الجو لم يكن ملائم في دوره الكاميرون بالنسبه للمنتخب الوطني خاصه وتم انتقاد يعني جانب تنظيمي والصوره تاع اللاعبين في المطار؟ انا اقول لك وين الجو كان عندي للتاريخ او الاستاذ الشيخ مراد كان حاضر. حنا نتذكر في 2019 مشينا قبل كنا حطمنا الفريق الوطني، ومن بعد دخلنا اول لقاء فزنا ب 2-0 ضد كينيا، انتقادات تحطيم 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 ضد. لحقنا وين مسجلين 11 هدف وتسجل علينا صفر هدف، ومازال انتقادات. كنا في ربع النهائي ومازال انتقادات ضد الناخب الوطني، وعلاش ما لعبش هكذا وعلاش ما وش يمشي في الكوره. حنا كثير في الجزائريين نحبوا كيما يقول لك انه تلعب كيما يقول لك هذيك تاع ليك ليا اللي كبرنا عليها، هذه من الاجيال كسيده اللي تاع حتى في الثمانينات انت كي تقولها حنا المنتخب المصري اللي حافظ ولعب. انا كثير في الجزائر ما يحبوش هذاك اللعب، ما يحبوش وفيه انتقادات، لكن هي المهم احنا الحق الوقت وين الحق وين لازم تكون انتصارات، لانه الشعب الجزائري صار يهتم كثير بالرياضه خاصه بكره القدم. حنا ما يهمناش المسيرين اللي يكونوا، لكن اللي يجي انه لازم يكون على مستوى تطلعات الشعب الجزائري. حنا نحبوا القاب ونحبوا كؤوس كثير، انه انتهى زمن انه باش ما بين كاس وكاس 30 سنه. لا يا اخي انا نضل انه الجزائر اكبر من هذا الشيء، الجزائر لازم تكون متواجده يعني في كل الطابعات وتلعب دائما الادوار الاولى. الا ما راكش في الاول راك الثاني، الا ماكش ثاني راك الثالث وراك تلعب. ومن بعد كي تكون عندك فريق راح كيجيك الفوز راح يجي على كل حال. نعم. عندك اضافه كوتش عمراني فيما يخص طريقه اللعب تاع المنتخب الوطني في دوره الكاميرون؟ والله التحاليل اللي قالها السيد معالي الوزير نظن باللي انا نخمم دائما في حاجه، هي نخمم في التحضير وفي التركيز. دي فوا يعني نسال اسكو التحضير تاع هذيك كاس افريقيا كان في المستوى ولا لا؟ اسكو التحضير تاعنا كان ناقص ولا ما كانش ناقص؟ خاصة شفنا اليوم منتخبين السنغال ومصر يعني لي جوار ما حكموهمش لي كورباتور يعني في البدنية كانوا محضرين مليح. لا نواصل من الناحية التنظيمية. نعم. بون تهضر على الناحية البدنية، أنا كنت ناظر نتكلم على الناحية التنظيمية. ولكن بالنسبة من الناحية البدنية نظن باللي اليوم تحس باللي كيما تكلم مراد سبونس كنت نتفرج انا قلت له حتى واحد ما حكموه لي كرون الجوار تاع مصر لي موان دو ريكوبيراسيون. تحس انا بلي كاين دي موان دو ريكوبيراسيون وكاين بريز اون شارج دي جوار اللي هي مهمه في التربصات، باسكو اهم شيء هو باش تريكوبيري هو الرقاد ما تقدرش تعوض السومي هو اللي يخليك تريكوبيري 100%. طبعا في اشياء اخرى
ولكن لا ريكوبيراسيون مهمه باسكو لعبوا مقابله ديجا من با يومين او ثلاثه لعبوا ديمي فينال لعبوا اليوم فينال لعبوها 120 دقيقه واحد ما خرج بالكرون. هذا شيء فعلا كوتش ابتسام كان يجب تغيير المكان تربص ربما قطر تم الكليما ساك ورحنا للكاميرون وربما اللاعبين لم يتأقلموا بشكل جيد. ما رأيك؟ هذا الاختيار تاع النخب والناس اللي كانوا اللي سهرانين على الفريق ما نجمش هما اختاروا قطر اللي 2019 درنا تربص في قطر وفزنا بالكاس كانوا متمنيين نديروا تربص في قطر ولكن ماشي نفس الجو ماشي نفس الحرارة الرطوبة كاين الرطوبة وانا نظن ممكن هادو هما الاسباب ولكن كما قال مراني تاني لازم نقولوها المنتخب في 2019 كان بمستوى وكان بمستوى عالي ولكن في هذا 22 المستوى مش نقص والاسباب قلناها الاسباب اللي كاين خدينا المنتخب السنغالي قلنا 7 لاعبين اللي راهم يلعبوا في البريمير ليغ مستوى عالي تدريب عالي تحضير عالي تركيز احنا لاعبين تاعنا يلعبوا في البطوله نص تاع اللاعبين يلعبوا في الخليج والخليج تعرف المستوى ماهوش المستوى اوروبي لكن بنفس اللاعبين دينا كان 2019 يعني تقريبا تغيير بصح ولكن دوك نوليو للوراء قلنا بال 2019 فزنا وعلاش 2022 ما فزناش بنفس اللاعبين نورمالمون ما كاش مشكل نفس اللاعبين فزت بهم دونك الاسباب قلنا باللي اللاعبين اللي فازوا بالكاس لعبوا في الفرق تاع الخليج ماشي نفس المستوى البروفيرب الفرنسي كي نافونس باريكول دونك انا نظن هادو هما الاسباب ممكن الريتم تاع اللاعبين ولا نهضروا على موندي نقص منافسه نهضروا على بالعمري نقص منافسه كان مصاب خاصة إصابة بعض اللاعبين بالكوفيد أثرت كثير ومن بينهم القائد فريق رياض محرز برك عمراني المباراة الأولى اللي التركيز كان فوقها كنا قادرين التعادل هذاك سيتي با اون فان كانوا مازالوا لنا زوج مباريات أنا نظن المباراة الأولى اللي خرجتنا من المنافسة المباراة الأولى خرجت لنا منافسة بعد التسيير تاع المباراة صافي دير هذيك وين لي 48 أور ولا لي 72 أور تاع جوست أبري البرمي ماتش نقول ممكن الضغط تاع الجمهور الجزائري الضغط تاع الناخب نعرفوا كومون سا سباس سيرتو لو برمي ماتش وين حتى الناخب شفناه بعد من المرات كان مقلق شوية أنا نظن هادو هما الاسباب اللي خلونا ممكن دخل الشك وخرجنا من الدور الاول. نعم مراد عندك اضافه؟ لا انا نرجع ممكن النقطه اللي طرق لها وهي التحضيرات التحضير يعني هل كان يوافق ولا ما يوافقش او يتماشى هو الدوره هذه الافريقيه ام لا فانا نظن وهذا هو الشيء اللي نتمناه اليوم احنا كلنا كاعلاميين قلنا انه بالماضي قام بدوره كناخب وطني ما كان حتى مشكل التشكيله الجزائريه قامت بدورها ما كان حتى مشكل علاش نهضروا على الدوره هذه نهضروا من قبل يعني ثلاث سنوات من قبل ولكن اليوم حان الوقت يعني باش نفكر تفكير اخر فيما يخص التسيير العقلاني لمنتخبنا كيفاش اولا لازم نحدد الصلاحيات صلاحيات ما كانتش محددة كان نوع من الفوضى فيما يخص هذه الصلاحيات لما نقول صلاحيات مثلا المجال التقني صلاحيات للناخب الوطني 100% والحمد لله اليوم في الجزائر بعد ما عشناها احنا ممكن احنا اللي قدمنا وعنما بالمقارنة معكم انتما عشناها وين كان الوزير يدخل بالتليفون يفرض لاعب ما الوالي يفرض ما لاعب ما إلى آخره هذه الحمد لله
خلاص زالت ما كانش غير موجودة. وبالتالي هنا فرصة للناخب الوطني، وكما نعرفه الناخب الوطني شخصية فارض شخصيته ملتزم منضبط ما فيهش لعب يعني، دونك هذه صلاحية ترجع ليه. صلاحيات أخرى ما لازمش يكون فيها 100%، عنده نسبة مئوية باش يكون مثلا الاختيار هذا نتاع وين هذا يكون يتم التحضير وكذا، ممكن يعطي رايه الناخب الوطني، ولكن لازم تكون استشارة اللي يعني مع خبراء مع خصائيين مع المسيرين على المستوى الاتحادية باش يعني نختار هذاك المكان المناسب. هذا اثنين. ثالث حاجة فيما يخص الجو السائد داخل المنتخب الوطني، هنا كاين أمور أخرى تتماشى والتوجيهات والأوامر والخط اللي لازم نمشي عليه. هذا الخط هذا يقدر يكون سياسي، يقدر يكون دبلوماسي، يقدر يكون احترافي إلى آخره إلى آخره. فكل هذا اللي يعني نشوف فيه هنا لازم يتوضح، لازم الرؤية تتوضح ابتداء من اللقاء اللي راح يكون مع الماضي ومع الاتحادية ومع الإعلاميين. بدنا نختم بالنقطة هذه فيما يخص الندوات الصحفية ولا اللقاء مع الناخب الوطني والصحافة الجزائرية. لازم يعرف أنه فيه نسبة مئوية دائما عرفناها، ما هوش غير مع بالماضي، مع كل المدربين اللي جاوا فيه نسبة مئوية، ممكن 10% ممكن 5% ممكن 20% من حين لآخر اللي تنتقد، ممكن ما يعجبهاش الحال. وفي هذا يعني الأساس، في هذا الغرض هذا، ما لازمش الناخب الوطني ياخذ يعني بعين الاعتبار هذا الانتقاد، بالعكس ياخذ 80% نتاع يعني الدافع هذاك الايجابي للاعلام الجزائري اللي راه يعاون فيه. والشيء الاكيد مراد هو شطني رايي مع الوزير، يعني كان هناك مشروع كروي كبير في السنغال، يعني بدا سنه 2015 بالموازاه مع تعيين اليو سي سي، والان راهو ياتي اكله تتويج بكأس أمم إفريقيا، يعني كان هناك تفكير على المدى البعيد واللي هو يتركز على التكوين. انت يعني كي تشوف المنتخب اللي غير 14 لاعب، يعني مقارنه بالدوره السابقه اللي غير، هذا باش تقدر تغير اللاعب لازم يكون عندك البديل، والبديل يجيب التكوين. هذا الشيء اللي يعني فيه، يعني احنا معروف جدا انه اللعيب يعني في الكره الجزائريه ونقص تكوين الانديه اللي هي تنتدب، اللهم ما فيه فريق واحد اللي هو اختص في التكوين، يعني باش ما نسموش الاسم. انا عندك لكن حاليا بعثوا لي خرج يعني سيدو ماني احسن لاعب في الدوره، وهنيئا له ومبروك عليه، فعلا يستحقها، رجل المباراه واحسن لاعب في الدوره فعلا. سأسمحكم سادة نتوقف عند فصل اشهاري قصير، مشاهدينا برنامجكم الرياضي متواصل، لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا مرحبا بكم مجددا، عودة إلى بلاطو برنامجكم الرياضي الحياة أفريكان، وعيد الترحيب بالضيوف معالي وزير الشباب والرياضة سابقا عبد الرؤوف برناوي، المدرب والتقني يونس افتيسان، الإعلامي مراد بوطاجين، والمدرب القدير عبد القادر عمراني. كنا نتحدث عن تتويج السنغال في البطولة الأغرب في التاريخ، وفاز من كان يستحق الفوز وهو منتخب أسود التيرونغا، لكن قيل الكثير حول التنظيم والكاميرون والانتقادات طالت هذا البلد خاصة فيما يخص الجانب التنظيمي. شفنا اليوم صورة في المدرجات بين موتسيبي وأنفانتينو، وكأنه رجلين ما كانوش يعني الأمور لم تكن على ما يرام بينهما مع الوزن، يعني ظهر أنه الفيفا كانت محقة، لأنه كنت تدخل أنا ماني شايف يعني هي في مصلحة الفيفا أنه يكون يعني تنظيم، يعني كما حطت الملاحظة أنه كان فيه تأخر في التنظيم، المفروض انه كان ياخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظه، لهذا اولا لصحه اللاعبين خاصه، وايضا المناصرين للاسف يعني شفنا وفيات في صفوف المناصر الانصار، وهذا يعني شيء غير مقبول في الرياضه، لانه الرياضه هي متعه، الرياضه هي حفله، الرياضه هي لعبه، يعني باش يعني يشوفوا يعني كما نقول لك تروح ارواح على جالي اللي لعب، نقول لك لا، هي احنا نقول لك زوال الدنيا اهون يعني من قطره دم مسلم كما قال في الاخر. هذا الشيء انا احنا لازم احنا حتى كافريقيين، يعني نتكلم كافريقيين، ماناش نتكلم لان احنا كنا افريقيين تاع من هذه القاره، لازم نتخلص من هذه عقده النقص هذه كله، يعني الحاجه يعني ملاحظات يعني خاصه اللي تجي ناخذوها مركب نقص ولا لا، هي المفروض
أن نكونوا إيجابيين ونغتنم يعني خاصة قدرات هذا القارة، لأنه عندها من القدرات وعندها من القوة، ونعود نفتح قوسنا ونعود نغلقوا، لأنه إحنا يعني كانت دائما نعود نرجع للمراد، لأنه هو كان شاهد كان معنا في 2019 يعني كان في حديث أنا ذاك مع الفيفا اللي حتى وين كانت يعني بلد نقدر نقول لك مغاير، وكانت يعني حتى الفيفا هما أدرى، كنت تكلمنا حتى تكلمنا على الجزائر، لكن أنا ذاك لا تتذكر انتقادات كبيرة طالت خاصة الجزائر وفي كل ما يخص المنشآت الجزائرية، وكنت كنتكلم أنا كنتكلم باش تنظم حدث كيما هذا ماهوش إلا الملعب، فيه الملعب وشي حيط من الملعب، فيه الفنادق، فيه يعني الطرقات، فيه أنا نقول لك كان هذاك ما أنا متقبلتهاش يعني خاصة كجزائري اللي غيور على بلادي وعارف باللي كل إمكانيات كبيرة اللي الدولة الجزائرية وضعتها في الـ في الـ في الـ في, الـ في الرياضة. أنا نقول لك يعني ككل مرة يا أخي احنا الجزائر تقدر تنظم اكثر من كاس. نعم هناك حديث ايضا هناك حديث ايضا عن تقديم ملف الكاميرون لترشح لاحتضان كاس العالم 2030، يعني سيكون يعني ضرب من الخيال بالنسبه للبلد كامل الكاميرون، خاصه انه نسخه كان 2021 يعني كانت يعني نقدر نقول انها كارثيه من حيث التنظيم و الملاعب. على كل كوتشي فيسان تحب لغة الأرقام، على بالي مدرب السنغال أهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2018، وصيف كأس أمم إفريقيا في 2019، بطل إفريقيا في النسخة الحالية، تأهل إلى الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 وربع نهائي في كأس أمم إفريقيا في 2017، يعني مدرب لديه مسيرة ومشوار حافل، واليوم الوقت أنصفه بتتويج باللقب. سيسي وي لا سيسي كلاعب لعب 2002 انهزم في كاس افريقيا ما فاش بها، وفي 2019 ما فاش بالكاس، ولكن تشوف حتى الناخب عنده مستوى. تكلمنا على التجديد في 2019 غير التشكيله برسك لا ماجوريتي دي جوار غيرها، وكانوا عنده اهداف من غير الفوز بالكاس ما كاش هدف اخر لما تلحق للنهائي في 2019 في الدوره تاع 2021 لازم تفوز بالكاس، حتى كيفاش نقولوا الانتشار تاع اللاعبين فوق الميدان تشوف بلي عنده طريقه كيما اليوم لو تسمح نوليو المباراه شفنا تغيير دير على بالو بلي المنتخب المصري راح يدير التغطيه على الجهه اليسرى، على بالو بلي ماني وسيس هذاك هما عندهم الرواق الايسر، نقاط قوه المنتخب السنغالي الرواق الايسر، صافي دير عرف كيفاش يخرج الكرات على الجهه اليمنى، ولو نحسبوا الكرات اللي خرجوا على الجهه اليمنى بارابور لي ماتش اللي جازوا اليوم نصيبوا باللي عدت فرص اللي جاوا على الجهه اليمنى، وكان قادر المنتخب السنغالي يفتح باب التسجيل على الجهه اليمنى. تشوف تغيير وخاصه النوعيه على الكرات الثابته، النوعيه على الكرات على الركنيات، صافي دير في المباريات اللي جازوا كان الركنيات يضربهم كامل القائم الثاني، اليوم شفنا الركنيات يلعبهم بزوج لاعبين، صافي دير يلعب الكره الاولى ويمد لا دوزيام بال. كانت هناك فلسفه تكتيكيه، كانت فلسفه تكتيكيه، ولكن نوعيه في اللعب ونوعيه في الكره الثابته ونوعيه في الركنيات. هنا تشوف بلي كانت عنده قراءه جيده على المنتخب على المنتخب المصري، وخاصه من البدايه خد الافضليه تاع اللعب. نعم عندما يكون عندك احسن لاعب في افريقيا اللي هو سايدو ماني، يكون عندك احسن حارس يعني في افريقيا اللي هو مندي، يعني شيء طبيعي يعني عنده تكلمنا في البدايه واليوم عاودناها قلنا 7 لاعبين يلعبوا في البريمير ليغ، صافي دير في المستوى عالمي. وزيد لاعبين يلعبوا في باريس سان جيرمان، يلعبوا في نونسي، يلعبوا في لانس، يلعبوا دونك كاين المستوى. واليوم انا نظن الناخب الوطني لما يكونوا عنده الحلول، لما يكونوا عنده لاعبين يقدر يغير كل مره يقدر يغير، من لما ما يكونوش. اليوم نتكلموا عن المنتخب المصري اليوم مركب على الزمالك ومركب على الاهلي، عنده 4 لاعبين اساسيين، شفنا في الشوط الثاني غير 4 لاعبين تريزيغي كل مره يدخلوا في الشوط الثاني،
بار انترميتونس، يلعب كما نقولوا بالقدرات تاع المنتخب المصري، والمنتخب المصري من البدايه بين باللي يحوس باش يوصل لضربات الترشيح. فعلا مصر خلفت كل التوقعات. مراد، بداية اللقاء عرفت ضربة جزاء كانت بإمكانها تكون منعرج اللقاء، أعطيني الصورة مع المخرج لو سمحت، صورة ضربة الجزاء التي جاءت بعد مرور 5 دقائق وتصدى لها أبو جبل. هنا كان تشتيت لتركيز ماني بعد حديثه مع الحارس، كان مراد منعرج كان في اللقاء. نظن أنه السيناريو لم يخدم منتخب السنغال، تضيع ضربة جزاء منذ بداية اللقاء. لم يخدم منتخب السنغالي في ظرف قصير جدا، لأنه عرفوا كيفاش يسترجعوا قواهم فعلا. بالعكس يعني المنتخب المصري كان يعني حاول في البداية، ولو ما عرفناه اليوم المنتخب المصري في البداية ما يبادرش حتى تقريبا كل فترات اللعب ما بادرش، إلا في الشوط الثاني، في نهاية الشوط الثاني حاول يبادر. ولكن بعد تضييع هذه ضربة الجزاء، أكيد ذهنيا من الناحية النفسية، من الناحية المعنوية، ارتفاع بالنسبة للمنتخب المصري وانخفاض بالنسبة للمنتخب السنغالي. ولكن بما أنه هؤلاء لاعبين محترفين ويلعبوا في بطولات كبيرة، ممكن إذا كان لاحظتوا تشوفها، تحس الصورة، تحس ماني أنه النهار نوعا ما نهار، ولكن فترة معينة وفقط، لأنه من بعد يعني شفنا المنتخب السنغالي يلعب يعني باحترافية ويعني بإرادة قوية كذلك باش يفوز اللقاء. تكلمنا كثير عن المنتخب السنغالي، منتخب مصري أيضا يحوز في صفوفه لاعبين محترفين. شوفوا صورة لاعبين ينشطوا عفوا في أوروبا، هاوم ليك، صلاح في ليفربول، شتوتغارت، مرموش، أيضا تريزيغي في معها في الدوري الإنجليزي، نيني في أرسنال، يعني لاعبين ينشطوا في أوروبا. لكن يعني النواة تاع تشكيلة سي عمراني يعني من الدوري المصري، اكيد الاغلبيه من الدوري المصري. نعم سي اكيد، وهذه النقطه خدمتهم يعني عندما تكون كاس امم افريقيا في ادغال افريقيا، هو خدمته باسكو اغلبيه الفرق تاعهم يلعبوا الكؤوس الافريقيه ومتعودين. ملي نقول العوده ديال الشيء الايجابي في المنتخب المصري هي لي تاديسبري، تادير انت قبيله كنت تكلم، هما كانوا الهدف تاعهم يوصلوا الوقت الاضافي، ولكن باش يوصلوا الوقت الاضافي ثاني كان بذلوا مجهودات كبيرة باش ما تلقاوش هدف. هذا هو الشيء الإيجابي، تعني تشوفهم باللي كيف اللاعبين يحاولوا يدافعوا أكثر من ربما يحاولوا يهاجموا خطرة خطرة. أما بالنسبة للفريق السنغالي، الفارق في الفرديات وفي السرعة في اللعب، يعني كي يحكموا الكرة كل لاعب من فريق السنغالي اللي يجي الكرة يغير نسق المباراة، يمد ويروح يجري، يمد ويروح يجري، تحس باللي الفارق هو من هذا الناحية. نعم. ونذكر أنه مباراة ترتيبية أمس عرفت فوز منتخب الكاميرون على بوركينا فاسو بضربة ترجيح. الكاميرون خصم الخضر القادم في مباراة السد المؤهلة للمونديال. الحرب السيكولوجية بدأت مبكرا. يستمع لما قاله نجم الكرة الكاميرونية روجي ميلا الذي تحدث عن الجزائر مباشرة بعد نهاية اللقاء في غرف حفظ الملابس. Le ministre a parlé, moi je vais souvent vous dire que, comme dit notre grand patron, un seul mot, un seul mot, un seul mot, روجي ميلا يقول ان سول مو باتخ لاجيري. مراد، ما رايك في تصريحات روجي ميلا؟ لما نسمع روجي ميلا، انت تعرف روجي ميلا المونديال، لانه شفناه في مع المنتخب الكاميروني في المونديال عده مرات، والشيء اللي قدمه في البطوله العالميه وفي كاس العالم، فوبالتالي هو كلاعب سابق متحمس، هو اكيد انه يحمس اللاعبين تاع المنتخب الكاميروني، لانه اليوم وصلوا لدور النصف النهائي واحتلوا المرتبه الثالثه. انا نعتبرها يعني مرتبه مشرفه، يعني احنا نعرفوا ماهوش اي بلد اللي ينظم هذه الكاس ياخذها. لا، اليوم الهدف تاعهم هو
المونديال. المونديال هل راهم جاهزين باش يمشوا للمونديال ولا لا؟ رايح نعرفوا النتيجة بعد لقاء أي السد. حنايا كجزائريين ولا بدون شك خاصة الناخب الوطني بالماضي، أنا نظن في رأيي هو يعرف خدمته، ولكن درك كاين وجهين للمنتخب الكاميروني عرفناه بوجه متوسط يتراوح بين متوسط وفوق المتوسط في لقاءات عدة، وعرفناه نزيد نأكد مرة أخرى مانيش عارف هذه في أول اختبار حقيقي في أول اختبار لا وعرفناه سخط يعني لا وعرفناه بوجه آخر قلت لك، وهذا هو اللي دهشنا يعني فورن على الله ميطوم الدوزيام ميطوم ماذا بينا يعني لي تيكنيسا يلوز اكسبليك يعني يشرحونا كيفاش الصيفة هذيك أو الوجه نتاع المنتخب الكامروني في الشوط الثاني امام شكون؟ امام منتخب بوركينا فاسو اللي يعتبر من المنتخبات يعني لاباس بها. سامراني؟ لا اظن باللي انا ناكد على حاجه، على بالك فريق اللي خسر بريمير ميتون 3-0 ونظن باللي على 10 دقائق من نهايه المقابله هما خاسرين 3-0. نعم. يعني هنا تولي حنا نولي ليطا ديسبري. صدير سيت اون ايكيب كي لا شريا مي طلقوش طونك ما صفرش لافا تامل مأمنين طامعين باللي يقدروا يسجلوا، والهدف الاول اللي ربما زاد عطى لهم دافع معنوي زيد متفاهم لازمنا يعني نشوفوا باللي الغارديان تاع بوركينا فاسو دار خطا يعني بدائيه يعني ما يقدروش يسجلوا بها، هذا الشيء اللي خلاهم ربما يأمنوا حتى يسجلوا ربما الهدف الثالث في دقيقه 90 ولا حتى في الوقت بدل الضايع، وكانت اللعب نتاعهم هنا نولي الشيء اللي قالوا مراد الشوط الثاني ولا يلعبوا غير كره طويله ويلعبوا على الكره الثانيه، وهما الشيء اللي يتميزوا به هو هي اللعب بالراس. نعم. يعني ديفياسيون ويلعبوا بكر وايكامبي ويعتمدوا كثير على الصحه نتاعهم، هذا الشيء اللي شفناه. الغلطه ربما تاع بوركينا فاسو هما بقاء تاعهم للخلف، بس هذو الفرق اللي تخلي لهم نص تاع الملعب غادي تخسر هذه الشيء. جوستومون كيفاش نكونتريو هذه الكونتري كيفاش كونتريو ما سهل الحال، باسكو سارت مومون حنا نتكلموا مع اللاعبين دائما، انا دائما يلزم ما تخليهمش يلعبوا طويل، هذا هو المكسب، يلزم تخليهم باش ما تخليهمش يلعبوا طويل، يلزم اللاعب اللي عنده الكره ما توخرش عليه ما تخليهش يلعب طويل. نعم البريسينغ هذا هو الشيء اللي ما تخليهش يلعب الكره الطويله. نعم. هذا الدور ثاني اللاعبين يلعبوا الامام. نعم. حتى لا تقولوا نوليو الخلف باش ما يسجلوش علينا احنا ربما انفاسيو بها. فعلا البريسينغ يعني يلزم تخليهمش يلعبوا طويل. فعلا ويجب تطبيق الضغط على حمل الكره والبريسينغ بملعب مصطفى تشاكر معالي الوزير يعني يساعد المنتخب الوطني. شوف الصور هذا الملعب اللي راح يحتضن ذهاب الدور الفاصل المؤهل للمونديال شهر مارس القادم. مصطفى تشاكر هو في حله جيده، كان هناك اجتماع مع الوالي ورئيس الاتحاديه، أنا نشوفه يعني الملعب راهو جاهز خاصة تم وضع تقنية الفار مع الوزن. نعم يعني خاصة أنه شهر مارس معروف احنا عندنا فصل الربيع في شهر مارس ظاهر يعني ما تكون يعني مشاكل خاصة فيما يخص الطقس. العشب حاليا راهو في أحسن حالته، الشيء هذا اللي راح يخدم المنتخب الوطني، وأيضا خاصة نعرفه أنه المنتخب الوطني والناخب الوطني عنده أفضلية لنوعية العشب اللي هي في بليده اللي مغايرة على ملعب 5 جويلية معروف هي من النوع القديم سيمبيلوز أرتيزانا مقارنة يعني بعد الملاعب هذه الحديثة اللي هي سيدي بيلوز إبريد. احنا ظاهر أن هذا الملعب بليده يعني ويخدم المنتخب الوطني، احنا ظاهر ماهوش يعني وقت التغيير، احنا الشيء اللي همنا أنه إن شاء الله المنتخب الوطني يكون حاضر. نرجع يعني كنت تكلمت انت على روجي ميلا، انا نقول لك احنا كي كنا صغار انا نتذكر في مونديال الله اعلم مونديال 90 ولا اللي كانوا يلعبوا وكان يعني غير التحليقه تاع شعره وين يعني حلق يعني اصلع الراس والرقصه تاعو يعني سالوه صحفيين انا ذاك بيستفزهم قالوا له علاش هذه التحليقه؟ قال لهم باش نخلع المدافعين. مانيش انا شايف انه راح انت تخلع مالديني ولا بتحليقه تاع شعرك، لا
لكن هما هدية. لكن مهم جدا أن ندرس الذهنية تاع المنافس اللي حنلعبوا معاه. الكاميرونيين يستفزوا وهذه حرب نفسية. حنا الظاهر أنه ما لازمش ندخلوا في هذه الحرب النفسية. أولا أن هذا المنبر هذا ندعي الإعلاميين خاصة، لأنه أنا نتفاهم أنه الإعلام لازم لك مادة وباش تمدها للجمهور، وخاصة مع التواصل ورانا نحوسوا على لي لايك هادو في المواقع. لكن هذه المره نخلوها يعني نقولوا يعني للغايه الوطنيه، ان نكونوا كنا متوحدين. انا الشيء اللي عجبني في الكاميرون انه تشوف انت التوحد تاع اللاعبين. شوفوا ما يعرف الكاميرون صنعوا نجوم اللي هي روجيميلا نجم معروف في العالم باسره. ما تقدرش انت كما تقول ايغيتا في كولومبيا تقول روجيميلا، ايضا انطوال بال كلهم ملتحفين حول هذا المنتخب هذايا، وراهم يخدموا نقدر لك للغايه واحده اللي هي باش يفرحوا الشعب الكاميروني ويرفعوا الكرامه. احنا الحق الوقت انه كجزائريين كنا نلتف حول المنتخب الوطني، وخاصه مع هذا الناخب الوطني اللي شرفنا اللي ما عندوش يعني واش يزيد يبران في الكفاءات تاعو، لغايه واحده أنه إن شاء الله تكونوا متواجدين في المونديال. وأنا متيقن إذا كان وجودنا في المونديال هذا راح يكون أمر آخر، لأنه المونديال يعني ماهوش تصفيات. أنا نتنبأ إن شاء الله راح يكون عندنا حضور ومشاركة تاريخية للقارة الإفريقية وليس الجزائر. نعم نتمنى ذلك. شيء أكيد أنه تخلصنا من جحيم ملعب جابوما، سنواجه الكاميرون في العودة بملعب أولمبي اللي احتضننا في هذه. ملعب جابوما ملعب جميل جدا، وخاصة نقدر نقول لك النوعية تاع العشب اللي كانت لينا وعلينا. هذا الشيء شوف مهم جدا انك تقبل يعني المعطيات، لانه ماشي قال عليا برك كي تكون حاجة عليا وعلى الخصم تاعي لازم تتقبلها وتلعب. باش هذا الشيء اللي ما راحش يعني تمد الحجة، لانه اللاعبين هنا نتكلم قدام مدربين كبار، يقول لك اللاعب هو انت كي يكون الضغط على المباراة يحب يهرب، انت ما تعطيلوش الحجة باش يهرب. لا الملعب مليح العب. انا علي الوزير من ناحية التقنية احنا لاعبين يلعبوا كرات قصيره لاعبين فنانين، ولعبنا ضد فرق اللي يلعبوا غير الكرات الطويله. يعني كي تكون الملعب وشي في حاله جيده ياثر اللاعب اللي يحب يلعب بتقنيه يلعب كرات قصيره او يلعب هذا ولا ربما دريبل ولا. انا صح انا شيخ واش حبيت نقول لك، لانه هي بهذه الظروف انا ما اخترناهمش نتحتم عليها. انا هربش انا المهم انه نكون حاضر في هذاك لا نتاقلم مع هذوك الظروف. لازم عليك لازم احنا ندور سادابتي توت لي كونديسيون لو ستيل دو جو دي بون دي تا دي تيرا. وهي افريقيا مفاجات افريقيا معروفه مفاجات فعلا. ومنتخب الكاميرون مراد عندك اضافه؟ عندي اضافه فيما يخص الصوره اللي شفناها درك يعني تكلمنا عليها، ولكن نزيد ملعب جاكر توت اون ديليغاسيون مشات لملعب جاكر باش يعني باش نشوفوا الملعب اذا كان راه جاهز ما هو جاهز ولا. شوف على بالك باللي الجزائر راهي رايحه تكون عندها فرصه العمر باش خلاص ننتهي من هذا المشكل نتاع لماذا؟ لانه احنا رانا نشارك بس ما راناش ننظموا بور لو مومون، يعني ما كانش تنظيم منافسات كبيره. اليوم عندنا فرصه راح ننظموا بحر العاب البحر الابيض المتوسط اللي نظمناها في 75 في 75 كنا نظم الشان 2023 فهمت؟ نظمناها في 75 وكان تنظيم محكم، نظمنا الألعاب الإفريقية، نظمنا كأس إفريقيا في 90، الشانة جاية وألعاب البحر الأبيض المتوسط. بدون شك، أنا ما فيه شك التنظيم والمنشآت والإمكانيات موجودة، هذه ما فيها شك، يعني راح تكون يعني زايد أكيد فيما يخص كل الرياضات الأخرى عندها القاعات تاعها والمنشآت. بالنسبة لكرة القدم بدون شك راح يكون يعني الملعب جميل جدا والحضور راح يكون كبير وراح تكون منافسة كبيرة بالنسبة لهذه الألعاب بوهران. متفقين المدينة يعني أبت لهذا الشيء. انطلاقا من هذا يعني سياسيا السياسة الرياضية والمنظومة الرياضية لابد أن تعتني بهذا الجانب اللي هو المنشآت الرياضية. احنا رانا بارمي لي برومي في الافريك بالنسبه للمنشآت الرياضيه العدد، ولكن المتابعه والصيانه راهي ناقصه. نتمنى ان شاء الله المنشآت تكون جاهزه باش الهدف تاعنا ماهوش نشارك في كاس افريقيا. علاش يا اخي نروح درك الكوت ديفوار ونزيد نروح البلد الاخر؟ انا يا اخي ننظم كاس افريقيا مستقبلا. لماذا؟ لانه انا بلاد الجزائر اللي عندي امكانيات. هذا هو الشيء اللي حبيت نقول. نعم فعلا. نبقاو مع منتخب الكاميرون اللي عرف انفجار في غرف حفظ الملابس وما حدث مع المهاجم شيبوموتينغ كوتش افتيسان امس لرفض المشاركه في مباراه ترتيبيه. هو ما كتبه وكيل أعماله
وهو الأب ديالو قال لك لن أشارك مجددا مع منتخب الكاميرون تحت إمارة المدرب كونسيسون، يعني سيغيب بنسبة كبيرة عن مباراة الجزائر. يعني نعرفه هو نجم رقم واحد في تشكيلة منتخب الكاميرون، والمنتخب الجزائري حدث العكس، بالماضي قال لن يلعب ديلور ما دمت أنا مدربا للمنتخب الوطني. ما رأيك، هل المقارنة واردة بين هاد لي دو كا؟ يعني دونك لا تهضر على شوبو موتينغ، شوبو موتينغ سي ان كابار، شوبو موتينغ لا ريفوزي باسكو كان متمني يشارك في المباراة تاع النصف النهائي، ودار عدة تغييرات ما تدير ما عطالوش الحظ، هنا ممكن هادو هما الاسباب اللي خلى شوبو موتينغ. انا نظن الشوط الاول تاع المنتخب الكاميروني الفريق كان منهار من هذا المشكل اللي صرا في بدايه المباراه. كل الزملاء الحاضرين باش يكون اساسي هو رفض، عرفت لما يرفض ممكن بعض من اللاعبين يروحوا ليه يتكلموا معاه، بعض من الاخرين يتكلموا مع المدرب، دونك صرات هذيك كما نقولوا المشكل بين بعض من اللاعبين والفوضى. انا نظن هذه هي، لو نوليو الشوط الثاني اخر تشوف لماذا شوط شفنا شوط المنتخب الكاميروني خارج من كما يقول لك من الميدان، وشفنا شوط ثاني احسن. انا نظن بين الشوطين كان كلام اخر، بين الشوطين كان تحفيز اخر، وين شفنا وجه اخر تاع المنتخب الكاميروني. اما تكلمت على بالماضي، انا نظن بالماضي احسن ما فعل اللاعب، رفض باش يشارك في كاس افريقيا، هو طلب بالماضي قال له انا مادابيا نبقى في الفريق تاعي، انا مضيت في الفريق تاعي والفريق تاعي هو اللي سلكني، مادابيا تخليني في الفريق. دونك هنا تشوف ملف مغلق، يعني ملف مغلق باسكو بالماضي كان محتاج ديلور، اليوم كان حقيقه لو نشوفوا المباريات كي بونجاح كي سليماني ما كانوش المستوى المطلوب. نعم، لكن اللاعب ادار ظهره الى الجزائر ولن يعود الى صفوفها حسب اخر الاصداء. نختم موفيز نوفيل بالنسبه للمنتخب الوطني، اصابه يوسف عطان اليوم مع فريق نيس الفرنسي، اصيب في نفس مكان اللي اصيب فيه مع المنتخب الوطني، يعني في الكتف، عاود في الكتف، يعني نفس اصابه في كان 2019. اسمع، هذه الثالثه دار اوبيراسيون ولا لا؟ هذا الثالثه يدير اوبيراسيون، دوزيام يدير اوبيراسيون. ربما ضربه موجعه للمنتخب الوطني ظهير الايمن للخضر. وصلنا الى ختام البرنامج، الشكر موصول لكل من ساهم في عدده. ما هنيناش يعني المدرب المساعد الجزائري اللي هو اليوم بطل افريقيا فعلا، بالعشيره هاي الجزائر حاضر، دائما حاضر وعشان نعم لي اليوسيسي. نعم بصح تانيك احنا نهضروا على لونترونيت كون ميم اللي ان ستاف توت ان ستاف دي فوا لو رول دو ستاف ميديكال il est beaucoup plus important que le rôle de l'entraîneur في زون دي ماتش. حتى شفنا لو ستاف تاع كيروش سي عمران، شفنا حتى لو ستاف تاع كيروش يعني كان كبير، ستاف العديد من تاع كيروش 10 ولا 11 فعلا، اكثر من 5 لاعبين قدامى. شوف اللي الناس اللي تفكر في اللاعبين القدامى داخل لو ستاف فعلا، اللاعبين القدامى اللي يتكونوا لي زيد هذا لا لي تكون صح لي تكون ميرام ميرام في المنتخب. لا يعني قلت اللاعب اللاعب اللاعبين القدامى اللي يمشي ويتكونوا يتكون، ما قلناش يتكون الكفاءه صح. اكيد وين راح يتكون في الميدان تاعو، ياك في كره القدم كاع حتى مشكل اذا كان ما تحبش تكون فعلا. هو نفس الشيء، كاين كمدرب هو اللي يعطيك الكفاءه. كاين دوز اوبسيون بالنسبه للاعبين القدامى، كاين كمدرب يتكون، وكاين كونسلتون مثلا في قنوات رانا نشوفوا في القنوات يعني الكبيره على مستوى العالمي، كونسلتون كذلك اذا كان لاباس به ويكومينيك بيان ويزيد يعني ياكتواليزي لي كونيسونس تاعو ويعرف لي تكنيك دو لوديو فيزيال. او كونترير au contraire les télévisions toutes les télévisions محتاجين لي كونسلطون هادو، باسكو حنا كونط اون في ان ديبا كي نديرو نقاش هكذا حنا بيا حاجه الى جانب تقني هكذا تقني محض هذا هو الشيء اللي نحتاجه. هي انا كيما نعزز واش قال من قبيل عني الشيخ عبد القادر عمراني وكي قال لك تما لا ميور ريكوبيراسيون سي سومي،
هي قبل بور افوار ان بون سومي لازم تكون بون ديجيستيون، لازم تكون هضم مليح، وباش يكون هضم مليح يفوك واحد اللي يحضر لك، عندي تيتيسيان اللي يحضر لك الاكل، باش تشوف بلي هذه هي القوه مهمة جدا، خاصة كي يكون عندك جهاز. حاليا ما راهوش الا المدرب ومساعد مدرب كما قلنا اللي هو حتى المنتخب المغربي شفناه جا معاه توت ان ستاف، يعني فيما يخص الجزائري، المنتخب الجزائري عنده انا كنت معاه يعني فعلا يعني دائما طباخ تاعهم يمشي معاهم، وفيه يعني ايضا طبيب هو اللي يحضر. مهم خلي ان حاليا الطب تطور، خاصة الطب الرياضي، وين يعني خاصات يعني تكنولوجيات وتقنيات للاسترجاع. هتشوف انا كاينه صوره اللي يعني الفت انتباهي، يعني شوف يعني وين يعني فيه برنامج يعني دقيق ومسطر للمنتخب المصري للاسترجاع، يلا كريوثيرابي يعني كما يقول لك الثلج البرد، وين ما كانش عندهم في الفندق خداو كما يقول لك دي باسين نورمال كما يقول لك كيفاش يقولوا يعني باسينه عادي بالبلاستيك، وعمروها بالثلج ودخلوا فيها حتى صالح وعادي جدا، وما بشكاوش ما راحوش يقول لك لا وما عندناش امكانيات. لازم دائما تقعد في هذيك الدهنيه حتى في تاع الفائز، معليش انا جيت هنا باش نفوز، المهم ثلج داخل يعني باسينه تاع بلاستيك ولا داخل كيما يقول لك بينوار تاع خاف، المهم فايده تاع واحده انا وعندي الثلج، ونقعد دائما في هذيك ما كسرش يعني المجموعه، ماشي في اول حجه نبدا نهرب انا من المهم كيما يقول لك من المهمه تاعي اللي هي باش لا لازم تكون هذيك لا 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 إرادة الفرق، وتاني لاعب تكون عنده اون بون هيجين دو في ويكون واعي، صح باسكو اللاعب اللي ماشي واعي تحضر له كل الامكانيات هو ماهوش واعي ما يمشي لك في الصف ويخرج لك من الصف ويخرج يعني على محرز كوتشي. لا 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 هي صح انا 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 خاصه انه منتخب السنغال هذا يعني كي تشوف يعني 14 لاعب اللي التحق بالله، بعد تشوف يعني السنه اللي والدين فهمتها كي تشوف يعني 1999 2000 2001 كي تشوف انت جاي من مواليد 99، هذا المنتخب اللي راح نقول لك حيكون عنده وجود باريس سان جيرمان اللي حيكون عنده وجود 10 سنوات يقدروا يلعبوا به، اللي هذا الشيء نقدر نقول لك الا نحبوا باش يكون عندنا وجود الله لازم يكون عندنا العمل، ونضاكوا باللي لازم دائما نفهموا باللي الناس ماهيش راقده لسه تعمل. انك شوف ان كيفاش تغيرت منتخبات اللي كانت مغمورة اللي كنا محال يعني من أشهر غينيا ولا تفوز على الجزائر أنت تقول مجنون، هاي فازت علينا. لهذا الشيء لازم العمل، المثابرة في العمل، وهذا هو الشيء اللي راح يخليك دائما متألق. نتمنى ذلك. شكرا لكل من ساهم في إعداد البرنامج، شكرا للضيوف، أبدأ مع علي وزير الشباب والرياضة سابقا سي عبد الرؤوف برنامج، شكرا جزيلا لك، شرفتنا بالحضور. لا أنا نشكركم اليوم خاصة أنه شاهدت المباراة يعني مع خاصة في الكواليس مع تقنيين يعني من الطراز العالي وأيضا إعلاميين، نقدر كان عندنا تعليق وتحليل، وأيضا خاصة اليوم تعلمت واستمتعت بالمباراة وكانت مباراة جميلة جدا، وشكر لكم خاصة لقاءات الحياة وكل من خاصة جنود الخفاء اللي رام الله. نقول لك شكرا، نورت البلاطو، ربي يحفظك، نقول لك في بلاستك. شكرا لك سي عبد القادر عمراني، شكرا جزيلا لك على تحاليل أفدتنا من الناحية التكتيكية اليوم إن شاء الله ولو شوية مش كثير. شكرا لك مرة أخرى مراد بوطاجين، شكرا جزيلا لك لكل ما قدمته. كوتش ابتسام شكرا جزيلا لكل المعلومات التي أفدتنا بها وتحاليل. شكرا صفيان، ونشكر قناة الحياة، وما نساوش المخرج رضوان اللي كل مباراة نديروا عليه درنا عليه الضغط باش يعطينا الصور، وهو مشكور على كل ما قدمه. شكرا جزيلا لك، نلتقي في مواعيد رياضية قادمة. هنيئا لمنتخب السنغال تتويج بأول لقب إفريقي في تاريخه، وهارد لك للمنتخب المصري. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة، ابقوا أوفياء لبرامج الحياة تيفي، وإلى اللقاء.